مكبوت 14 سينطلق إلى كوكب الأمامير. مكبوت 14. في ايه؟ مش عارف، فيش حاجة، شايف حاجة غريبة. نكلم دولا. ايه دولا؟ دولا ركز معايا يا حبيبي لو سمحت. بص على الرادار قدامك، انا شايف حاجة مش فاهم ايه دي، شايفها بعناية. مش عارف ايه، حاجة زي ما تكون سفينة فضائية قدامنا. ايه؟ جون 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 ايه يا ابني؟ ايه؟ ريال مدريد جاب جون؟ ريال مدريد ايه يا ابني؟ بقولك بص على الرادار. انت مشغل الكمبيوتر التلفزيون؟ طب شفت بعد ما يخلص الماتش؟ حاضر حاضر يا استاذ دولا. على فكره دولا ده شلني. انا مش فاهم، انا مش في حاجه شايفها، مش فاهمه ايه هي. وانا كمان شايفاها، مش عارف ايه. مش مشكله، مش باينه اصلا. انا هشغل الطيار الالي وهو هيظبط بقى لو في حاجه نتفاداها. مش مهم، اكمل لك، ربنا يستر لحد ما الاستاذ دولا يخلص الماتش بتاعه. اوكي، اكمل لك بعد كده بقى. ايه يشوع بقى ابتدى يقود شعب ربنا عشان يخشوا ايه ارض الموعد، اللي هي ارض ايه؟ كنعان. قلنا اول بلد شافوها من فوق الجبل كانت بلد اسمها ايه؟ برفان ريحة. اريحة. اريحة. الراجل كان ايه قائد بقى بتاع الجيش ده؟ كان اسمه ايه؟ يشوع. يشوع ده ايه؟ يشوع ده ابن ثانية. ايوه ايوه ابن قاف لام لم الف. هو ابن حد من الحروف يعني. ابن نون. نون. ايوه يشوع ابن نون. فيشوع ده راح ايه؟ بعت اتنين جواسيس، كانت الحكايه دي دايما تتعمل زمان. راح بعت اتنين جواسيس عشان يشوفوا ايه اريحه دي، ايه السور، ايه البلد شكلها ايه. هناك راحوا، وايه امر ما راحوا الملك بتاع البلد حس ان في جواسيس جم، فقعد يدور عليهم. راح مين خباهم عنده؟ مين؟ واحده اسمها رحاب. رحاب دي كانت ست شريره قوي، كانت وحشه. يسموها رحاب الزانيه، كانت ست مش كويسه. طب وهي ازاي تساعدهم او تخبيهم عندهم وهي اصلا تقريبا من اعدائه؟ برافو عليك، هي من الاعداء. مش تقريبا، هي من الاعداء. لكن هي كانت سامعه بقى ازاي ربنا كان بيعمل معجزات، وازاي ربنا عمل حاجات عجيبه مع شعب ربنا. طب دي كانت ساكنه فين؟ فكانت ساكنه في نفس البلد؟ على السور كده. السور ايه؟ ثواني. ما هو السور مش السور. ازاي؟ السور كان بيبقى زي شقه عريض كده، بيبقى كبير يعني، بيت كبير كده، حاجه كبيره خالص. اكبر من الصاروخ كده، بيبقى عريض او تخين او كبير قوي، فبيبقى عليه بيوت كده. فراحت هي، راحت خبتهم عندها وخليتهم ينزلوا ايه من عصور، نزلتهم من الشباك وخبتهم في الاول وعملت حاجات. فقالوا لها بصي، احنا لما نيجي نحارب البلد دي كل الناس هيموتوا الا مين؟ الا انت وعيلتك. عشان تعرفي زمان كنت بتساليني المره فاتت بتساليني على ايه، هو ربنا ليه موت الناس اللي كانوا عايشين في البلد دي؟ ايوه، ربنا كان بيدي كل واحد حريه قراره. رحاب دي لما قالت تتوب وامنت ان ربنا ده اله عظيم، ربنا انقذها. بس انت بتقول كانت خاطيه قوي، ربنا يسامحها. ربنا يفرقش معاه، كان خاطي وتاب او كان كويس ومش شعب الله وعمل غلط. المهم انك انت تبقي بنت ربنا. ربنا ما يفرقش معاك كنت ايه قبل كده، ولا تصرفاتك كانت ايه، ولا اي حاجه. ورحاب بقى خبيتهم عندها في البيت، خبيتهم لحد ما الحرس مشيوا. راحت منزلاهم من الشباك كده، وقال احنا لما نيجي نحارب اريحه احنا هننقذك، مش هيحصل لك حاجه. وانا بتعجبني اول حكايه دي، ربنا حب يثبت للناس كلها ان هو مش اله ظالم، اللي يؤمن بيه مهما كان، حتى لو كانت ست زانيه شريره وحشه. خد بالك زانيه دي ايه، في وصيه من الوصايا كانت بتقول لا تزني، يعني كانت بتكسر الوصيه وبتعمل حاجات غلط. استني بس عشان دولا، لكن مع ذلك ربنا انقذها. وان شاء الله ان شاء الله هينقذنا. ايوه يا دولا. ايوه يا دولا. بس مع دولا مفيش. فتحت الرادار؟ ايه؟ ايه؟ في ايه؟ ايه؟ ريال مدريد جاب جون تاني؟ يا ابني انا مالي بريال مدريد يا حبيبي، انا بقول لك افتح لنا الرادار عشان يا ابني ارحمني يا حبيبي، سيبك من الماتش دلوقتي. ايه؟ ماشي حاضر حاضر، مش عاوز يستفر. انا دول عمل لي كده، دول عمل لي كده. اتصرف. سامعني؟ امسك امسك مين يا عشان مين انت لازم اشوف. لو حابين تعرفوا اكتر عن قصتنا النهارده هتلاقوها في الكتاب المقدس في الشاهد اللي قدامكم على الشاشه. إذا كان عندك أي سؤال أو استفسار ابعت لنا على الإيميل ده.
حوت 14.